مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا، وإن شاء الله النهاردة نعمل مهارات جديدة بناء على طلب حضراتكم. تحية لكل من يشاهدنا من خلال شاشة قناة الأهلي. النهاردة هنعمل مكرونة بالبشاميل بطريقة بسيطة جدا وسهلة، وهنتكلم عن البشاميل مع بعض ونشوف البشاميل المظبوط نطلع منه لازانيا حلوة ونعمل منه مكرونة بالبشاميل كويسة أو كوسة بالبشاميل. إحنا دايما هنميل إلى الوسط، لا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي، والمكونات او الريسبي اللي انا هقولها لحضراتكم دلوقتي مظبوطه جدا على كميه اللبن وكميه الدقيق والسمن اللي هنحطها. وهنتكلم لو احنا عايزين نشتغل بيه صحي هنعمله ازاي وايه البدائل ليه. هنبدا نقول بسم الله، وهقول الاول المقادير. عندي مكرونه بالبشاميل، نص كيلو من المكرونه اللي هي البنه او القلم زي ما حضراتكم شايفين كده. عندي للعصاج معلقة صغيرة من الزبدة أو السمن، أو تحطوا اتنين مع بعض زيت وسمن أو زيت بس زي ما تحبوا. وعندي حوالي 350 جرام من اللحمة أو ربع كيلو لحمة على حسب المتوفر. طماطم مبشورة، عندي معلقة من الصلصة، ثوم مفروم، مكعب مرق، رشة من جوزة الطيب، بهارات اللي هي السبع بهارات، وملح وفلفل. طيب البشاميل عندي أربع معالق كبار من الزبدة أو السمنة، عليهم أربع معالق من الدقيق، يعني المعلقة دقيق توازيها معلقة من السمنة أو الزبدة، لكن من الزيت معلقتين عشان هو قوامه أخف فبيبقى يعني بيبقى الضعف. طيب بالنسبة لللبن لتر ونص، يعني حوالي ست كوبايات، هنحط هما بالظبط ست كوبايات. كوباية من الكريمة دي اختياري، لو حضراتكم عندكم كريمة أو عندكم قشطة علب أو عندكم وش اللبن وعايزين تدعموا بيه مفيش مشكلة. طيب أنا هبدأ دلوقتي بقى إيه، نقول بسم الله ونشتغل على أول حاجة. هنعصق كده اللحمة في السريع، ودي أول حاجة. وطبعا لما بيبقى باقي عندنا لحمة معصق عموما يعني في أي وصفات احتفظوا بيه في أكياس تخزين خاصة بالتخزين في الفريزر، في وقت ما حضراتكم تحتاجوه نقدر نطلعه نعمل منه أي وصفة سهلة وبسيطة. طيب هنا أنا سخنت، أنا هحط كده للعصاج عشان اللحمة يبقى فيها نسبة دهون، نقطة واحدة بس من الزيت. وبعدين كده هنعمل كالآتي، ناخد كده بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد البصل الأول بسم الله. عايزه اقول بس مدام منال ان احنا عملنا اللانشون الفراخ واللحمه، اللي كان فاضل عايزين نعمله بناء على طلب حضراتكم برضو من خلال الصفحه، اللانشون اللي من غير فراخ ولا لحمه ان شاء الله هنعمله في الاسابيع القادمه باذن الله. مش هعمل المصنعات الخاصه بالبلوبيف وكده الا من بعد العيد ان شاء الله، علشان يبقى فيه اللي عنده لحم وعايز يستفيد منه في وصفات مصنعه يقدر يستفيد منه ان شاء الله باذن الله. هنقلب بقى تقريبة حلوة كده، فصين توم حلوين يطعموا كده العصاق بتاعنا. كده مكرونة بالبشاميل دي نقدر نعمل ايه بقى؟ نقدر اولا طبعا نكتفي باللحمة بس لو هي فيها نسبة دهون بسيطة، ما نحطش مادة دهنية لو عايزينها صحية 100%، يعني تبقى اقل دهون. طبعا اي لحمه لازم يبقى فيها نسبه دهون بسيطه، مش هتنفع تتحكم حمراء بس، لكن بيبقى فيها برضو ولو بسيط من انسجه اللحمه يعني. فاحنا نقدر نشوح اللحمه على طول كده مع البصل من غير ما نحط ماده دهنيه وهتبقى كويسه برضو. ونحط التوابل اللي تريح حضراتكم. وبعدين بعد ما هنخلص العصاج ممكن نعمل البشاميل زي ما اتفقنا، مضروب في الخلاط ونستخدم فيه دقيق الشوفان، نضربه مع لبن خالي الدسم، ومن غير اي اضافه لزيت ولا زبده ولا سمنه ولا اي حاجه خالص. وبعدين ننكهه ونحطه بقى على النار ونبدا ننكه بالملح، فلفل، رشه بهارات، رشه جوز الطيب، اي حاجه فيها صوص ابيض بتليق معاها قوي جوز الطيب، بتطعمها حلو بتخلي طعمها حلو جدا. طبعا المكرونه بالبشاميل العصاق بتاعها على حسب الرغبه، يعني في ناس تحبه بلون اللحمه بتاعته البنيه فقط لا غير، وفي ناس تحب تطعمه ب شوية طماطم أو معلقة صلصة، وما يبقاش يعني المكرونة حمراء قوي. يعني أنا أعرف ناس بتعملها كلها على بعض، لا هو بيبقى بس البشاميل اللي أسفل عصاق فيه تطعيمة شوية. أنا هنا بشرة طماطمية ممكن أحطها كده تدي طعم وتيست للعصاق، روح حلوة كده. وطبعا هنا ممكن يبقى عندي، خليني أمسح دول، يبقى عندي هنا مش هقدر أحطهم عشان كان مكانهم
منظفين بمطهر قوي فمش هقدر احطه في الاكل. بصوا بقى هنحط هنا نص كده من المكعب، مكعب مرق خضار لو عايزين. طبعا لو هنعملها صحيه ما تحطوش مكعبات خالص، هي اصلا هتدي طعم لوحدها. هحط كده وبعدين هاخد معلقه صغيره من الصلصه بس واحده، تدي بس لون خفيف للحمه كده وطعم حلو. يبقى انا شوحت البصل، حطيت معاه معلقه صغيره من الثوم، وبعدين رشه ملح ورشه فلفل، وحطينا اللحمه وهنبدا نضيف البهارات. ومعانا مدام منال من الجيزه، اهلا وسهلا مدام منال. صباح الفل. صباحك فل حبيبه قلبي. صباح الفل، عامله ايه يا روح قلبي؟ انا بشكرك جدا على فعلا اللانش اللي انت عملتيه، بس انا ما كنتش شفت الحلقه، فانا هخش على اليوتيوب وهكتب مهارات عظيمه ان شاء الله وتطلع لي. ان شاء الله يا حبيبتي، لو عاوزتي اي حاجه انا هنزل لك برده مقاديره دلوقتي في الحلقه. عينيا ليكي. والله انت شيف مريحه، بصي يعني انت دخلتي قلوبنا من اول ما شفناك يا شيف عظيمه. يا رب سعد قلبك يا فندم، شرف ليا والله. سلسه كده وخفيفه في مقاديرك وحاجاتك كلها جميله في تناول جميع، يعني اي حد عايز يعمل حاجه اقتصاديه حاجه أكيد. جامده، ففعلا انت بتعملي كل الحاجات اللي كل الناس بتبقى عايزاها. حبيبتي تسلمي لي يا رب، والله تسلمي لي كلك ذوق، والله ما تحرمش من حضرتك ابدا. اشكرك لذوقك، شرفتيني ونورتيني وسعيده بسماع صوت حضرتك. شكرا ليكي يا مدام منال، والله نورتيني واسعدتيني. بصوا بقى بتدي كده طعم حلو. انا حطيت نص مكعب مرق بس، يعني تطعيمه كده بسيطه، حطيت رشه جوز الطيب، فلفل بسيطه، وتاتش ايه من الملح. هنبدا بقى، انا هخلص العصاج ونبدا مع بعض تاني في الايه بفضل الله في البشاميل. طبعا خلينا نقول حاجه، كلنا بلا استثناء، كل الطبقات الاسعار بقت متفاوته، في حاجات بنقدر نجيبها، في حاجات اصبحت ممكن نستغنى عنها. خليني اميل دايما لاني البي الوصفات اللي تكون في متناول الجميع، فاذا تواجدت تمام، اذا تبقى حاجات منها نقدر نستفيد باللي اتبقى عندنا في البيت فنشغله في وصفات تانية وهتطلع جميله وحلوه. اذا ربنا كرمنا والحاجه متوفره فهنعمل حاجات ان شاء الله تبقى مناسبه، واللي عايز يقنن او يعمل كميه اقل مفيش مشكله. انا حتى ما بحاولش اعمل كميات والله كبيره عشان ارضاء لكل الاذواق وارضاء لمشاهديني الكرام. بشكر حضرتك طبعا. كده انا العصاق خلاص مش عايزه انشفه. ليه بقى مش عايزه انشفه؟ شايفين حضراتكم هو ما فيهوش ميه، يعني بصوا كده في الطاسه ما فيهوش، لكن الطماطميه المبشوره ادت روح من الـ من الـ من السوائل ليها، فانا هرفعها بقى عشان ما تبقاش ناشفة، لما نيجي ناكلها في المكرونة نحس انه ايه الخليط ما هواش فاصل عن بعضه. هبدأ بقى اجمع هنا كده في جنب، تهدى بس البان، وهاخد التليفون اللي معايا. معانا مريم. يا مريم السلام عليكم. يا صباح الفل يا حبيبتي. صباح الفل يا حبيبتي. يا روح قلبي يا مريم، عاملة ايه يا حبيبة قلبي؟ دي مفاجأة الحلوة دي. ايه المفاجأة الجميلة دي يا حبيبتي؟ ما انا عاملة ما لقيتك. يا حبيبتي. معلش يا حبيبتي ولا انت عارفة ظروف الحج ولا لا يا حبيبتي، ربنا يقويكي ويقدرك ويجزيكي كل خير عنه وعن خدمته. بس عملت له فاست سعيد زي ما قلت لك، عملتيه له. ما شاء الله. كنت بعته لك على الواتس بس مش عارفة شفتيه ولا لا. شفته طبعا. جميل، بقيت اعمله على طول دلوقتي. ما شاء الله يا حبيبتي. يا حبيبتي. تسلم ايديكي وعينيكي. انا سعيدة بسماع صوتك يا مريومة والله. حبيبتي تسلميلي. بصوا بقى بضيف اللبن، انا يعني ايه انا مش عايزه ازود لان انا عامله طاجن صغير. هحط بقى شويه من الكريمه، ده اختياري مش شرط بس هي بتدي طعم. طب باقي عندكم وش لبن، عندكم مثلا شويه قشطه، علب باقيه ماشي. طيب وهقلب كده. يا روح قلبي هاخد كده. حاضر، هاخد كده رشه ملح، لازم للبشاميل رشه ملح كده، وبعدين هاخد رشه من الفلفل، ولو يفضل لو في فلفل ابيض ماشي، دايما نخلي في البيت شويه من الفلفل الابيض وشويه من الفلفل الاسود، لو ما فيش مش هيجرى حاجه. انا حطيت اهو اسود وعندي رشه جوز الطيب بس كده. نقلب بقى مع بعض كده الخليط ده، وانا ايدي فيه مش هسيبه لحد ما ياخد القوام اللي هوريه لحضراتكم.
ولو مش عاوزين في مادة دهنية هنخلط اللبن مع الكريمة مع الدقيق، والدقيق ده تقدروا تستبدلوه بأي نوع دقيق شوفان زي ما قلت، واللبن يبقى خالي الدسم، ومش هنحط بقى ساعتها كريمة ولا أي حاجة، وهنضرب في الخلاط الخليط كله ونبدأ ننزله فين؟ على الحلة الصغيرة على النار على البارد كله ضربناه، وبعدين نبدأ نحطه هنا بقى عشان يبدأ ياخد القوام. هوري حضراتكم القوام يبقى ازاي، تطلع معاكم المكرونة البشاميل حتى لما يبرد البشاميل يبقى مظبوط، ولما تسيبوها وتبرد تلاقوها ماسكة نفسها، لكن مش زي بيقولوا ايه، مش مجبسة كده، مش ناشفة، لا كريمي، يعني تاكلوها ماسكة نفسها بس كريمي فيها كده صوص حلو، ايوه جوسي كده. طيب انا طبعا ايه هاخد هنا بس القالب هوريه لحضرتك. طبعا المكرونه بنسلقها في شويه ميه، ولازم الملح، اهم حاجه الملح، ممكن الزيت ما احطوش الا في حاله واحده، لو نوع المكرونه انا متخوفه منه ما هوش من الانواع يعني اللي ايه اللي احنا عارفينها، فممكن ساعتها في الحاله دي يعني احطه. تمام كده هنبدأ نقلب، وبعدين همسح هنا مسحة بسيطة بس بالفرشة بمعلقة زيت أو بمعلقة سمنة زي ما حضراتكم شايفين. عايزين بقى ما تلزقش، في ناس ساعات تقول لك إيه بتلزق مني، ممكن رشة بسيطة من البقسماط الناعم نبدرها كده زي ما بنبدر كنا الكيك بشوية دقيق صغيرين، رشة بسيطة بقسماط كده ونعملها كده هتبقى جميلة جدا، وتعمل كده إيه القطعة تطلع مظبوطة وما هياش لازقة في الإيه في الصينية، حتى لو بتعملوها في صينية ألومنيوم أو صينية ستانلستيل أو أي حاجة. طيب بقلب بقى هنا كده شوية حلوين لحد ما ياخد الإيه القوام الحلو معانا، وهخلي هنا القالب وهشيل دول بقى، خلاص احنا خلصنا الحاجات بتاعة العصاج، وناخد حبيبتي مدام سميرة. يا أهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي. حبيبتي مدام سميرة ازاي حضرتك؟ وحشتيني يا حبيبتي. حضرتك اكتر والله، تسلمين. عاملة ايه؟ الحمد لله رب العالمين. تمام ربنا بجد يعني تسلم ايدك على كل حاجة. تسلم يا حبيبة قلبي مدام سميرة، كل بذوق. الله يخليك يا حبيبتي، انا طالبة منك طلب. أأمري. الخضار السوتيه علشان نيفين بتعمل رزيق. من عيني حالا اقول لك عليه حالا. طيب احلى خضار سوتيه عشان خاطر نيفين الجميل. هي بتسلم عليك يا حبيبتي. سلمي لي عليها كتير قوي حبيبه قلبي. ميرسي يا حبيبتي. تحياتي لحضرتك ولاسرتك. لحد فين؟ لحد فين؟ لحد كندا. تسلمي مدام سميرة. يا حبيبتي تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبه قلبي. ميرسي يا حبيبتي. تسلمي، روحي مع السلامه حبيبتي. معلش عادي جدا، هناخد بقى الويسك التاني، خلينا في ده احسن. بسم الله، مش عايزه ازعجكم بس بالصوت، لكن هو طالما استنلس استنلس مش هيجرى حاجه. طيب انا بقى هقلب ده لحد ما يبدا، خلاص هو بدا يدخل على انه يتماسك. انا هستسمح حضراتكم في استراحه صغيره، هنرجع بعد الاستراحه نشوف شكل البشاميل بقى عامل ازاي، ونقفل مع بعض المكرونه بالبشاميل سوا في انتظار حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية بعد ما رجعنا من الاستراحه. عملنا في الشوط الاول العصاج للمكرونه بالبشاميل بطريقه بسيطه وسهله قوي، ودلوقتي بنعمل البشاميل وهوري حضراتكم القوام. بسيط ما فيهوش حاجه، ما تفتكروش انه خفيف، هو مش خفيف لانه بعد ما بيقعد بيتقل، هي بس بتبقى شعره ما بين ان انا لما بسيبه بياخد تقل وان انا اوصله انه يبقى تقيل دلوقتي في المرحله دي، وبعدين اسيبه تاني فيتقل اكتر فيبقى مش طالع المكرونه على ذوق حضراتكم. بصوا كده اهو، طالما المعلقه كلها فيها تقل كده في البياض، وبعدين هعمل كده هلاقي الحرفين ما جوش على بعض، مش خلاص استحاله، هي كده اتظبط، هو كده مظبوط جدا على المعايير اللي قلت لحضراتكم عليها. هنبدا بقى نجيبه كده نرفعه على جنب. بسم الله الرحمن الرحيم، وهعمل كالاتي. هاخد دي طريقه، في طريقتين، ممكن ناخد المكرونه دي بكبشتين كده من البشاميل نقلبهم كده مع بعض، او اعمل كالاتي. خليني اخد من هنا معلقه كده، هاخد كده جزء من المكرونه كده، خلاص الاكتر بيبقى من تحت، يعني الجزء الاكتر من المكرونه بيبقى من تحت شويه
فوق بخفف المكرونه عشان احط طبقه بشاميل حلوه. هجيب كده اللوشه اوري حضراتكم. بسم الله. طبعا الفرن سخن عندي من اول ما بدات اشتغل. بصوا بقى القوام. بسم الله. انا هعمل كده. طبعا هتمسك دلوقتي هتلاقوها اول ما اجي اقلبها تاني هتلاقيها تقلت. بسم الله اهو. البنه دي مخرومه من ناحيتين، لازم تتشرب كويس فتبقى المكرونه نفسها لما تعمله بالشوكه كده تطلع كريمه، تطلع بشاميل. وسمك المكرونه ما تبقاش كتير، يعني انا بقول لحضراتكم على الصينيه مثلا اللي هي ال 26 هتاخد ايه نص كيلو مكرونه كويس، حلو قوي. وممكن تاخد اقل منهم كمان شويه. شايفين انا عاملاها ازاي؟ هو مش خفيف، سيبوه كل ده هيتماسك ولا اي حاجه وهتطلع مظبوطه جدا. وهنحط بصوا العصاج ما شاء الله، عشان كمان احنا حطينا بصل وطماطم فباقي منه شويه، اقدر اعمل طواجن صغيره او اقدر اعمل واحده كبيره زي ما احنا متفقين. انا بس عملت هنا كده، شايفين ازاي اهو، بحط من جميع النواحي، اللي ياخد من الحرف زي اللي بياخد من النص زي اللي بياخد من كل الاماكن اهي. واتبقى شويه هشيلهم عادي في علبه وفي الفريزر. وبعدين هاخد الشويه دول بقى هنا هعمل كده. بسم الله. لو انا عايزه اضيف جبنه موتزاريلا مثلا فرضا بدل ما احط بيض، في ناس بتحب تخلط اخر شويه بشاميل ببيضايه وتروح حاطه عليهم رشه ملح وفلفل زي ما كنا اهالينا زمان بيعملوا فين في المكرونه بالبشاميل. احنا ممكن نعمل ده، لكن ممكن كمان نحط شويه موتزاريلا. طب لو انا بصوا بقى كميه المكرونه هتبقى فوق مش كتيره ازاي، بس كده هوزع بقى كويس كده هتطلع مظبوطه اهي كده. وبعدين هنيجي بقى قبل ما اصب البشاميل، عشان الموتزاريلا دي لو انا بعد ما صبيت البشاميل وجيت احطها على الوش الفرن هيخليها تتشعوط الاول فتبقى عامله زي الحتت كده ايه، مش شكلها حلو. اقدر بقى احط كده الاول الموتزاريلا وبعدين ايه كده كده ونحط. ومعانا ام جوزيف. يا مرحب يا مرحب. مرحب بيكي يا قلب، ازيك يا فاطمه؟ اهلا وسهلا يا ام جوزيف يا غاليه، ازيك يا حبيبتي؟ حبيبتي ربنا يخليكي يا رب. وحشانه والله. تسلمي يا حبيبي يا قلب، ما تشوفيش وحش دايما يا رب ان شاء الله يا قلبي. ربنا يخليك. وايله بتموت فيكي، خلي بالك حبيبتي. ربنا يبارك فيها يا رب ويفرحك بيها عروسه قد الدنيا. ربنا يخليكي يا عمر، ربنا يخليكي يا قلب. بصي يا فاطمه، عايزه اعمل العسل واجيب بحر الفول بجمه. ياخد كام سوا مثلا واحط له ايه؟ لا ده هقول إيه؟ طب والله دي فكره روعه. طب هقول لك. حاضر ماشي يا قلبي. طب انا معزومه على الوصفه الحلوه دي ولا ايه؟ هي دي قيمتك يا عمري. لا ده القيمه في الناس اللي بتعمل الحاجه، مش المهم هاكل ايه، المهم قيمتكم انتوا عندي ايه. ربنا يعلم بامانه، ربنا يعلم ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك دايما عامل يا حبيبتي، ربنا يسعدك عامل بحسك يا قلب. ربنا يخليك يا قلب. امين. تسلمي يا ام جوزيف، تسلمي وتعيشي حبيبتي والله، كتر الف خيرك وربنا يبارك في حفيدتك الجميله. بصوا بقى لازم الـ ده عشان حطيت موتزاريلا. طب لو ما حطيتش موتزاريلا هاخد الكبشه الاخيره دي هفصلها في طبق واحط عليها بيضايه، رشه ملح وفلفل، رشه جوز الطيب، واقلبه واروح حطها على الوش كله خلاص. ابقى انا مش محتاجه اعمل فيه الموتزاريلا. هاخد بقى ادخل الفرن، المفروض بسيبها تهدى شويه قبل ما الفرن يسخن ربع ساعه ثلث ساعه وبعدين ادخلها الفرن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وبعدين الله الله طيب انا هنا هسيبها فرن ومروحه تاخد بس غلوه وبعدين ابدا اطفي وبعدين اشغل الشوايه تاخد اللون. ان شاء الله هتبقى طالعه جميله جدا. هي قدام حضراتكم اهي، بصوا بقى بتبقى طالعه كريمي كده شويه حلوه وقوامها حلو. طيب تعالوا بقى نبدا نستعد لوصفه جميله طلبتها مننا بنوته عزيزه علينا جدا وهي دانا. دانا يا جميله انا بحب البليله زيك قوي، فانا النهارده هعمل البليله او هنعمل القمح. هنعملها بطريقتين، طريقه انت بتحبيها وطريقه ممكن ماما او اي اصدقاء لينا بيتابعونا يحبوها على طريقه ام علي، فخلينا نشوف هنعملها ازاي. لكن هستسمح حضراتكم نطلع استراحه
ويرجع بعد الاستراحة نستكمل مع بعض الوصفة بتاعتنا، في انتظار حضراتكم.